رازجيادو. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتيرة سألتني عن الراس جيادو. الراس جيادو صوته مميز جدا في الفلامينكو. الراس جيادو جاي من الكلمة العربية راس غيد، راس غيد. هتلاقوها في الكلاسيك جيتار، وهتلاقوها في الفلامينكو جيتار، بس في الفلامينكو مشهور جدا، لان هتلاقوا ناس كتيرة بتعزفه، زي الجيبسي كينج، زي الناس العازفين الفلامينكو اللي بيصاحبوا الراقصين والراقصات. في انواع كتيره من الستايلات الفلامينكو بيسموها البالوز، اللي هي انواع الفلامينكو المختلفه، الالحان المختلفه للفلامينكو. كل واحده منهم ليها نهايات ومقدمات واجزاء في الوسط بيبقى فيها راس جيادو دوت، او راس غلياد. راس جيادو دوت اللي احنا لو سمعنا دلوقتي النغمه بتاعتها هنعرف انها مميزه جدا، حاجه كده مثلا في نغمات كتيرة مشهورة طبعا بتتعمل براس غلياد ده. طيب، انواع الراس جيادو ديت كتيرة جدا كتيرة جدا، ومفيش مدرسة معينة صح ومدرسة معينة غلط. يعني هتلاقي في تنوعات كتيرة جدا من الراس جيادو، اللي هي بتدي الاحساس اللي بيسموه مدفع رشاش، يعني مدفع رشاش من الجيتار او من النغمات في وقت واحد. طيب، هتكلم على نوعين مشهورين جدا فيهم، هما دول هتلاقيهم في اغلب كتب الجيتار واغلب كتب الفلامينكو، مشهورين جدا حتى في الكلاسيك كمان. يعني في نوع منهم بيسموه الابانيكو. ابانيكو يعني المروحة بالاسباني، المروحة بتاعتهم. هو شكله زي المروحة. هو عبارة عن 3 عدات، هو ثلاثي العد، ثلاثي العد. اللي بيحصل انك انت بالصباع الابهام بتاعك بتطلع فوق، هو بيبقى عامل هو بيبقى ايدك بتتحرك فيه، بتبقى عامله زي المروحه، العد الثلاثي دوت. طيب، ايه العد الثلاثي ده ازاي؟ هنشرحه مع بعض دلوقتي. اول ضربه بتبقى بالابهام بتاعك صاعده لفوق، وايدك بتبقى يعني بتتحرك زي المروحه كده، الابهام صاعد لفوق، ادي واحد. وبعد ما بتبقى فوق صوابعك بقت فعلا فوق الاوتار، بتنزل يا اما بتنزلها بصباع واحد اللي هو السبابه، صباع نمرة واحد، أو بتنزل بصباعين، أو بتنزل بالصباع الوسطى والصباع الخنصر. 2، والصباع اللي فوق بقى فوق يا دوبك على أول وتر، بتنزل التالتة. شوف بقى إيدي بقت فين؟ كلها تحت، جاهزة إن أنا أطلع فوق تاني. 2 3، ممكن تبدأ التدريب عليه بإنك أنت بتكتم الأوتار وتعمله زي إيقاع. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. One two three, one two three، وابتدي اسرع شوية بشوية. حاول انك انت تخلي ايدك، شايف الرزغ؟ الرزغ بيتحرك. وبعدين بتبتدي تحرك انك انت بتحط الاوتار. اول نوع من انواع الراس جيادو الابانيكو. في بقى حاجه تانية كمان لازم تعرفها وانت بتعمل النوع دوت من الراس جيادو. حط ايدك الاول افقيه كده، وجمد اعصابك، وجمد اعصابك وعضلات ايدك وشد، وحاول تعمل كده.
شوف دلوقتي كام عدة في الدقيقة هقدر أعمل بالإيد كده. طيب ارخي رسغ يدك وهو كده برضو، وارخيه وحاول تعمل نفس الحركة. شوف السرعة، سرعة إيدك بقت أسرع بكتير يعني، واخد بالك؟ فحاول دايما وانت بتعزف الابانيكو انك انت ايدك تبقى مرخية نوعا ما، وتبقى عارف هي مكانها فين بالظبط، بس ما تشدهاش، لو شدتها هيبقى العدد اقل. حاول دايما وانت بتعمله تخلي العد 3 تكات انت عارفهم. وحاول تتمرن كتير. اللي بيحصل انك انت لو اتمرنت ببطء وعملت العد دوت وميزته 3 عدات، ما تستعجلش في الابانيكو ديت خالص، حاول انك انت تكمل عليه على طول. فحاول تتمرن على الابانيكو ديت ببطء، وتعمل بيسموه ديفينيشن او تعمل تحديد للثلاث نوت دول 1 2 3. عازفي الفلامينكو طبعا، عشان هما بيبقوا يعني الموضوع بالنسبه لهم مهم جدا الابانيكو ديت، ومحتاجين يعملوها بسرعات عاليه جدا، بيستعملوا حاجه بيسموها الماكينه، المكنه يعني بالعربي بتاعنا. الماكينه دي عباره عن جزء من مسطره بتاعت جيتار صغير كده وعليه الاوتار، وطول ما هو الراجل قاعد عمال يتمرن. ايه ده، هو انا ممكن اتمرن من غير جيتار؟ تخيل بقى، ممكن تتمرن من غير جيتار، ممكن على ايدك 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 على رجلك 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ساعات بيبقى الواحد عنده مثلا مقابله، او قاعد مثلا مستني خدمه معينه، مثلا قاعد مستني في البنك مثلا خدمه العملاء. انا كنت بقعد اروح حاطط ايدي كده وابتدي احرك ايدي عليها. ساعات ببقى مثلا سايق في اشاره وواقف الاشاره واقفه، مثلا واقفه مده طويله، في حاجه، في حادثه على الطريق، في طريق مسدود، على الدريكسيون بتاع العربية بتمرن ال3 عدات دول بحيث ان انا اعملهم بالتساوي. فالمكان بتاع التدريب بتاعك مش مهم يبقى انك انت معاك جيتار، انت ممكن تتمرن على ديت في اي وقت وفي اي لحظة. اهم حاجة ال3 عدات اللي احنا قلنا عليهم، اول عدة بالصباع الابهام طالع، تاني عدة نازلة بالصباعين الوسطى والخنصر، والتالتة نازلة هي عايزة تنزل بالصباع الإبهام تاني 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. طيب ده أول نوع من أنواع الراس جيادو. في نوع تاني بقى مشهور، وده هتلاقوا منه عدات كتيرة قوي. العد بتاع النوع التاني من الراس جيادو دوت ممكن يبقى 5، وممكن يبقى 4، وممكن يبقى 3، واخد بالك؟ فعلى حسب الصوابع اللي انت هتلعبه بيها. ايه ده ازاي؟ ده الراس جيادو بيتعمل بالصوابع كلها، يعني بال4 صوابع احيانا، وساعات ب3. والعد بتاعه دوت بيبقى عباره عن ان انا القبضه بتاعتي بتبقى صباع الابهام ساند على الجيتار على اول وتر، زي عادة عزيف الفلامينكو. ده مختلف عن الكلاسيك شوية، الكلاسيك شوية صباع الإبهام بتاعك بيبقى حر، لأن إيدك بتبقى بعيدة شوية. لا، في الفلامينكو أنت بتبقى قريب من الأوتار ومرتكز على أول وتر اللي هو اللي فوق ده. فأول وتر بيبقى عليه الإبهام، وال4 صوابع بتوعي فوق الأوتار، مش بالظبط فوقه كده رأسي كده، لا، بحاول يبقوا بميل شوية. طيب نجرب، بنحط صباعنا الابهام مرتكز على الوتر السادس وراكز عليه، وعند ال4 صوابع حرين. اول صباع 1 2 3 4 5. برجع تاني بالصباع الاولاني عشان انضم كله تاني، 1 2 3 4 5. تاني 1 2 3 4 5. طب انت لاحظت ان انا وانا بعمل ال4 الصباع الرابع ال3 صوابع التانيين ضموا تاني، 1 2 3، الصوابع لسه مفرودة. اما بعمل الرابع 4 بيبقى صباع واحد بس اللي طالع دلوقتي، وارجع بيه 5. حاول تعدي على كل الاوتار ما
تعملش على وتر واحد او جزء من الاوتار، يبقى كل الاوتار فحاول تتمرن بدقة عليه. وحاول تتمرن اول مكتوم، الاوتار مكتومة زي ما ده الخماسي الخمسة. ممكن كمان بيتعمل أربعة، بإن أنا الصباع الصغير ده ما بستعملوش، بيبقى التلات صوابع دول وده الرابع بتاعه. 2 3 4 1 2 3 التمرين على الراس جيادة دوت برضو لازم يبقى معايا الجيتار، لا ممكن على الترابيزة، تحط تخيل ده سطح الترابيزة حاول لما تيجي تتمرن كمان تتمرن بالمترونوم، بحيث انك انت هتعمله بطيء الاول وتمشي على السرعة البطيئة دي فترة من الفترات، وبعد كده تبتدي تسرع المترونوم بتاعك لغاية ما توصل للسرعة المطلوبة اللي انت فيها دي. حاول تبقى حاول الفترة تبقى طويلة شوية، لان انا ايدي وجعتني يعني عشان اعمل الحلقة دي. انا بعملش راس جيادو كتير قوي في البيت، فايدي وجعتني من مجرد ان انا عملت الحلقة. فتخيل بقى انت سعادتك او عازف الفلامينكو ده هيقعد ساعتين مثلا في كونسرت ولا حاجة، عنده الراس جيادو ده لازم يطلع بقى مظبوط ودقيق وبكورداته مظبوطة. فحاول تتمرن كويس وتتمرن كل يوم على الموضوع دوت، لو انت عاوز تلعب فلامينكو او عاوز تلعب جيتار كلاسيك ومحتاج الراس جيادو دوت يضيف الى الجيتار او الى عزفك او الى النغمات والالحان بتاعتك طعم الفلامينكو او طعم الراس جيادو. واشوفكم الحلقة الجاية.